السلام عليكم واهلا بيكم في يوم جديد واسعار جديده وحلقه مهمه في مزرعتك في بيتك. والنهارده هنقرا لحضراتكم السوق هيبقى وضعه ايه في الايام اللي جايه. النهارده الاربع 25/9/2024 حلقه اسعار مهمه، كملوها معانا للاخر. ولكن قبل ما نبدا كالعاده ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش انزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دوره تسمين، المتابعه معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه كل حلقه كالمعتاد. اي حد عنده اي سؤال يكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو وبرد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. طيب النهارده عندنا ايه في التنفيذات البورصه بالنسبه للفراخ البيضه؟ النهارده عندنا ثبات زيها زي امبارح، الوضع ثابت ومستقر، وعندنا ثبات في السوق نوعا ما، ولكن للاسف ثبات على الارتفاع سواء في اسعار الكتاكيت سواء في اسعار التنفيذات في البورصه، فيها ثبات ولكن برضو ثبات على ارتفاع لاخواتنا اللي بيبيعوا حاليا. الناس دي لو عندها اوزان كويسه هيبقى عندها ارباح كويسه باذن الله. اللي بيخرج فراخ بيضه النهارده يا جماعه ده كان مسكن الكتكوت من 27 لحد 29 30 اسعار الكتكوت وقت تسكينه في الدوره الحاليه اللي بتخرج دلوقتي من المزارع. فالناس دي فعلا لو عندها اوزان ربنا هيرضيها كويس جدا، لان السعر النهارده كويس قوي. طيب اسعار الاعلاف كمان مستقره، اسعار البيض للاسف فيها ارتفاعات واحنا في مواسم مدارس وفي ثبات على ارتفاع اسعار البيض. اما بالنسبه لاسعار الكتاكيت للاسف برضو ثبات على الارتفاع. طيب اخواتنا اللي بيقولوا الاسعار هتطلع ولا هتنزل ولا نعمل ايه، بص يا جماعه اسعار الكتاكيت الوضع فيه ثبات. طيب هل هيبقى فيه نزول هل هيبقى فيه ارتفاع؟ على حسب السحب والطلب. شركات الكتاكيت مصرة ان هي تكسب 100% ومش عاملة اي اعتبار لأي حد. اما بالنسبة لأسعار الأعلاف، أسعار الأعلاف ثابتة، الناس اللي تدخل كتكوت تدخل الأعلاف، لأن أنت بتشتغل في سوق الله أعلم في يوم طالع ويوم نازل، محدش عارف الدنيا فيه إيه. يعني من كتر اللي احنا فيه ده ما عادش حد اصلا عارف يتوقع ايه اللي هيحصل في الايام اللي جاي. اما بالنسبه لاسعار الفراخ، الناس اللي مستنيه ان هي ترفع اكتر من كده ما تستناش، لان انت برضو في سوق، السوق ممكن يرفع وممكن يقع عليك في اي وقت. فحضرتك لو عندك وزن كويس وعمر بيع اتوكل على الله وبيع، طالما عندك وزن ربنا هيرضيك. اما الناس اللي لسه اوزانها صغيره ما تقلقش، الله اعلم الايام اللي جايه هيكون فيها ايه، ولكن الايام اللي جايه واضح ان هيبقى فيها ارتفاعات في الفراخ البيضه. ليه؟ لان يا جماعه المعروض دلوقتي من الفراخ البيضه مش كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى الناس دي كانت مسكنه الكتكوت لما كان داخل في 30 جنيه، فوقتها الناس كانت هاديه شويه والتسكين ما كانش عالي قوي، لان الناس كانت وقتها متفاجئه من سعر الكتكوت اللي كان ب 30 جنيه وقتها، والنهارده بالسعر اللي هنسمعه في نهايه الفيديو. خلاص تعالوا بقى نعرف كل اسعار النهارده. ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، ما تنسوش كمان ترفعوا الحلقه بلايك يا جماعه علشان الكل يعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه النهارده من داخل السوق. ما تنسوش كمان لو انتم مش مشتركين اعملوا اشتراك في القناه، هتستفادوا كتير جدا جدا. صلوا على الحبيب المصطفى وشيروا الحلقه، ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد. ويلا بينا. البط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120، المسكوفي 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، المولر ارض المزرعه 85 والمحلات 95، الفرنساوي ارض المزرعه 72 والمحلات 82 جنيه للكيلو، الحمام البلدي ارض المزرعه 140 والمحلات 150 جنيه للجوز، السمان ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للجوز، الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 110 والمحلات 120، الروم الابيض ارض المزرعه 95 والمحلات 105 جنيه للكيلو، الأرنب أرض المزرعة 115 والمحلات 125، الفراخ البلدي أرض المزرعة 110 والمحلات 120، الرزي والفيومي أرض المزرعة 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، الساسو أرض المزرعة 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو، أمهات الساسو أرض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، أبيض بياض أرض المزرعة 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو، أحمر بياض أرض المزرعة 75 والمحلات 85، أمهات الفراخ البلدي أرض المزرعة 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو، أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة أرض المزرعة 75 والمحلات 85. أما عن أسعار الفراخ البيضة النهاردة المعلن 76 والتنفيذ الفعلي أرض المزرعة 75
والمحلات من 80 ل 83، وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك، والمحافظات الكبيره ممكن يوصل معاك ل 84. اكتبوا لنا في التعليقات حضراتكم من اي محافظه، والاسعار عندكم عامله ازاي في الكتاكيت والبيض والاعلاف وكمان الفراخ البيضاء في المحلات. اما عن اسعار البيض النهارده، ثبات في التنفيذات، الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 160 والمحلات المستهلك 170، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 165 والمحلات المستهلك 175 جنيه للطبق. اما عن البلد النهارده، من التجار للمحلات 160 والمحلات المستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما عن اسعار الاعلاف النهارده، ثبات الطن بيتراوح من 19500 لل 22400، والعبوه والقطايف في المحلات ال 25 كيلو 520 بادي السوبر، 510 نامي، 505 ناهي، والكيلو قطايف في المحلات 23 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت يا جماعه، حدث ولا حرج، والشركات مصره تكسب مليون في الميه. البط المولر المحلي 53، مولر مستورد 63، الفرنساوي 35، شريفان 30، بكيني 27، البيور 43، مسكوف مخلط 57، المسكوف الار 41 من 58 ل 61 للاسف، رومي بلدي اسود 50، رومي برونزي 50، السمان من 7 ل 10 على حسب العمر، الجميزه البيور 26 جنيه، جميزه بياض من 20 ل 22، فيومي بلدي 13 جنيه، رزي على وشه 23، رز فرزي ديوك من 27 ل 28 ومش موجود، رزي برابر من 19 ل 20، ساسو جلتاني من 21 ل 23، ساسو شفر مزارع النهارده من 24 ل 25، والهجيني من 21 ل 22، بلدي حر 13، بلدي مشعر 14. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي، ارتفاع للاسف ارض المعمل 38 وللعميل 39، والشركات بادئ من 40 ل 47 جنيه، ايوه ل 47 جنيه للاسف. الشركات مش رحمه المربي ومش عامله اعتبار لاي حد، وما يهمهاش غير جيبها، واللي يحصل يحصل في سوق الدواجن او صناعه الدواجن بصفه عامه اصلا مش همها. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفيدكم كتير، اعملوا اشتراك وفعلوا جرس التنبيه علشان كل يوم بنجيب لكم الاسعار الحقيقيه والفعليه من داخل السوق. دي كانت الحلقه النهارده، شكرا جدا ليكم على حسن المتابعه، بحبكم جدا في الله. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير، تحياتي للجميع.